التناقض هذا في تصريحات بنيامين نتنياهو الذي تحدث عبر القناة الرابعة عشر أول أمس، القناة الإسرائيلية، في أول ظهور بالمناسبة إعلامي على قناة إسرائيلية منذ بداية هذه الحرب، وتحدث عن صفقة جزئية يريد أن يأخذ الأسرى من قطاع غزة ومن ثم يعود لاستكمال القتال، وتصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه ملتزم بخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن هذا السلوك من نتنياهو دكتور برأيك هل يعني فعلا أنه لا يريد صفقة، لا يريد أن يتوصل إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية؟ تحياتي. لا، هو لا يريد صفقة على الإطلاق، ويريد استمرار الحرب، وكل ما يريده اتفاق جزئي يسمح له بإخراج أو تحرير عدد من الأطفال أو النساء أو العجائز، ليس إلا الرجل يقول الشيء وعكسه. وكما تصف الساسة الإسرائيليون والصحافة الإسرائيلية بيقولوا عنه شكران بين شكران، كذاب بين كذاب، وبالتالي هو يريد أن يرضي كل الأطراف بعد الأزمة المفتعلة التي صنعها مع الإدارة الأمريكية. فهو يريد أن يرضي كل الأطراف، اليمين المتطرف المتشدد، ذوي الأسرى، الإدارة الأمريكية، شركائه. وبالتالي هو يقول الشيء ونقيضه كما قلت. الرجل وحكومته تريد للحرب، الحرب بالنسبة لهؤلاء هي يعني التي تعطيهم كل ما يريدون من الوقت، من الفرصة، من إعادة تأكيد الذات، محاولة البحث عن النصر، تطبيق البرنامج السياسي والأيديولوجي اللي حاملينه. بالتالي هذه حكومة حرب يعني، وحكومة إشعال حرائق وليس التسوية. لكن هل ممكن تطبيق هذه الخطط أو البرنامج سواء السياسي أو الأيديولوجي دكتور أحمد، خاصة حديث بن كفير الدائم عن مثلا إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة؟ الآن سموتريتش يخرج بخطة السيطرة على الضفة الغربية ويقول إن ما قلته في التسريبات هو أساسا الذي يقال داخل إسرائيل. على فكرة يعني هل يستطيعون أو لا يستطيعون؟ أنا برأيي متواضع، حكومة مثل هذه وقادة مثل هؤلاء مذعورون، محاصرون، مشتبكون مع الكل، مع كل الجبهات، لم يحققوا شيئا، الكيان على أيديهم يتدهور. هم كقادة عمليا في ذروة انحدار، وخاف نتنياهو، أعتقد أن نتنياهو في مرحلة الانحدار. هذا الزعيم عندما يكون في مرحلة الانحدار وهو مطارد ومتهم، ويعني الشعب بيقول له انت متهم مذنب كما يقال، المحكمة العدل العليا الجنايات يفتعل الأزمات مع الإدارة الأمريكية التي منذ بداية الحرب هي تريد ان تستبدله او تسقط حكومته. هذه المرحلة، مرحلة هذا الانحدار، سيجعله أكثر عدوانية، أكثر انفصال عن الواقع، وبالتالي ممكن جدا أن يهرب إلى الأمام بشكل خطير. شو يعني؟ يعني ممكن جدا يقرر بجوز غلطة عمره أنه يذهب إلى الشمال ويبدأ حربا ضروس غير مضمونة النتائج، وهو لم يخرج بعد من الوحل الغزاوي. لهذا السبب ممكن جدا أنه هذا يعني هذه الحكومة تحاول أن تفعل ما لم يفعله أي زعيم سياسي من قبل في إسرائيل. هنا الخطورة، نحن أمام سياسيين مذعورين كما قلت، محاصرين ومنبوذين، ويرغبون في إثبات أنهم ليسوا كمثلهم شيء.